ليس هناك أي إجراء يمكن للدولة أن تستند عليه في تطبيق سياسة الأجر مقابل التلقيح. هذا تعسف في حق المغاربة. على الدولة أن تكون واضحة في هذا المجال، أن تقدم معطيات صريحة. أن الآن ثبت علميا أن التلقيح، لا التلقيح الأول ولا الثاني ولا الجرعة المعززة، لن يحمي المغاربة من الوباء. بالمقابل قد نمر إلى الرابعة والعاشرة والمئة، وهذا غير منطقي بأي شكل من الأشكال. مطلبنا ونحن نحتج واضح وهو احترام الحقوق والحريات، ثم الجانب الثاني توزيع خيرات البلاد على جميع المواطنات والمواطنين. كفى من احتكار الاقتصاد، الجانب الاقتصادي والاجتماعي في فئة معينة قد تصل إلى 5%. نحن كلنا مغاربة ويجب أن نتمتع بكافة الحقوق والحريات في وطن حر نحتكم فيه للقانون، وألا نحتكم فيه لأي شيء آخر. ونؤكد أننا المتابعات ومحاولة الاعتقال وفتح ملفات لنا لن تكون مبررا لوقف نشاطنا بأي شكل من الأشكال. أنا تكلمت عن هذا، يعني هذا يعني الغلاء ديال الأسعار هو غلاء فاحش وغير ولا يحتمل من أوسع البيئات الشعبية ببلادنا، بما في ذلك الطبقات الوسطى التي ضاق ذرعها من هذه الغلاء. ولا بد اليوم من أن يعني أن نوحد النضال، لا بد أن نوحد النضال. ونحن نعتبر بأن الجبهة الاجتماعية المغربية إطار مناسب لتوحيد هذا النضال الذي يجب أن يتمركز اليوم ضد غلاء المعيشة وضد الإجهاز على الحريات وضد مخلفات الجباب التي هي مخلفات كارثية.